عالم الرياضة بيبقى في يومه وساعات بيبقى بره يومه. وبعدين لا تنسى ان كل المنتخبات دلوقتي، المغرب بالنسبة لك تاب مفتوح، والمنتخبات دي جايه بالنسبه للمغرب نوعا ما خصوم انت ما تعرفش عنهم حاجه، وده اللي كابتن هشام الدكيك قاله على منتخب انجولا. قال ان انا ما اعرفش حاجه عن انجولا، ودورت لهم على شرايط ودورت لهم على فيديوهات ما لقيتش حاجه. شريدو، هو محمد شريدو، هو محمد شريدو حارس المرمى اللي لعب الشوط الاول، يا راجل الجون الثالث الكره معديه من فوق دماغه، يعني الكره معديه من فوق دماغه، والجون الثاني الكره معديه ما بين رجليه. هو ما كانش موفق النهارده وعمل مباراه نوعا ما مش جيده، ولكن تاني وتالت ورابع حط الحته دي في دماغك ان منتخب المغرب كتاب مفتوح بالنسبه للمنتخبات، لان المنتخبات سهل ان هي تجمع داتا على منتخب المغرب، المغرب الناحيه التانيه صعب ان هو يجمع داتا، فبيضطر كابتن هشام الدكيك ان هو يجمع الداتا بعينه الشوط الاول، يعني هو بيضطر ان هو يتفرج على الفرقه المنافسه ويعرف الفرقه دي ويعرف نقاط قوتها ونقاط ضعفها ويقدر ان هو يلعبها الشوط الثاني. وده مش كلامي، ده كلام الراجل نفسه في ماتش انجولا، ودي حاجه تحترم لان انت بتتكلم على مدرب عنده مرونه تكتيكيه عاليه. فوز مستحق لمنتخب المغرب، فوز فيه اكتساح لمنتخب المغرب، طبيعي موضوع الاخطاء. تذكر تاني وتالت ورابع انك بتتفرج على بشر مش بتتفرج على الات، ودي معضله كبيره انت محتاج ان انت تفكر فيها، ان انت بتتفرج على بشر، بتتفرج على لعيبه، طبيعي ان هم هيخطئوا ويصيبوا، هيروحوا عند المرمى يقدروا ان هم يسجلوا اهداف جميله زي الهدف بتاع انس العيان الهدف الثامن، وهيقدروا ان هم يسجلوا هدف تيكي تاكا والجون فاضي زي بتاع سفيان شعراوي، وهيقدروا ان هم يسجلوا ضربات جزاء، ولكن في نفس الوقت هيقدروا برضو ان هم يغلطوا، لان هم تاني وتالت ورابع هم بشر، تاني وتالت ورابع هم بشر. لا تحاسب منتخب المغرب على انه منتخب مبدع، ما تحاسبش منتخب المغرب على انه منتخب مبدع. اتفرج واستمتع، ما تدخلهمش في دايره منافسه ان هم محتاجين ينافسوا نفسهم وان هم محتاجين كل ماتش يعملوا سكور كبير والا هيكونوا فشله. لا، هم مش فشله، هم منتخب الناس كلها مرعوبه منهم ومنتخب قوي جدا. منتخب مصر ما اعتقدش انه هيوصل نهائي، يعني بالنسبه للمنتخبات اللي في البطوله ما اعتقدش ان منتخب مصر هيوصل للنهائي، لان منتخب مصر منتخب ما بيتطورش، منتخب مصر واقف في مكانه بقاله سنين، منتخب مصر بيغير 2 مدربين بقالهم 5 سنين، ده بيمشي وده بيروح وده بيروح وده بيجي، فمنتخب مصر لا يستحق اصلا ان هو يكون موجود في النهائي. الف مبروك للمنتخب، لا هو طبيعي اللقب يكون مغربي، هو منتخب مصر اصلا لو وصل كاس عالم ده يكون انجاز من عند ربنا، يعني احنا لو وصلنا كاس عالم ده يكون انجاز من عند ربنا، رغم ان احنا كل اللي بنعمله ان احنا بنروح نجيب لعيبه في الدوري السعودي، يعني تقريبا هنا في مصر ما اعرفش اذا كان في دوري فوتسال ولا ما فيش، بس الكره اللي بيتقدمها مصر مقرفه شويه بالنسبه لحد جاي يتفرج على فوتسال. وانا قلت الكلام ده امبارح، قلت ان انا قرفت من الماتش اللي انا اتفرجته على ماتش ليبيا، سواء مصر او ليبيا قدموا مستويات مضحكه في الملعب، تاني وتالت ورابع مستويات المغرب زي اللعيب المحترف في بابجي واللعيب اللي لسه جاي جديد. شكرا يا مستر سيمو على النجوم، مبروك لمنتخب المغرب، ومليون مبروك للوصول لنص النهائي، لان كده منتخب المغرب وزامبيا قدروا ان هم يكونوا واصلين لنص النهائي. للاسف الصفحه دي انا مش بهتم بيها كتير، لان الصفحه واخده قيود وما بتوصلش للناس، فكده كده انا بعمل لايفات وبعمل فيديوهات هنا عشان عايز اعملها هنا، انما الصفحه كده كده للاسف ميته بقى لها فتره. تحيه